مساء الخير. أوقات بيمرق عمر ما بيسوى لحظة، وأوقات تمرق لحظة تسوى العمر كله. هي اللحظة يلي وقفت فيها على مسرح استوديو الفن، لحظة تحول حلمي إلى حقيقة. ليلتها ما كسبت، بس مثل ما النبتة البرية بتشق الصخر، هيك موهبتي طموحي وعزيمتي ما في شي بيوقف بدربن، بيتدفقوا مثل النهر وبيجرفوا كل العقبات. الفشل هو أول خطوة على طريق النجاح، شرط ما نيأس ونسابر للوصول إلى الهدف، وهيك من حق منحلق من جديد مثل طير الفينيق. مهما كانت النتيجة، تقديم البرامج رح يبقى زهرة ببالي ما بتدبل ونبضة بقلبي ما بتهدى. شكراً.